ليش بطيب اليوم. مكافحة التلوث البحري لمكافحة التلوث البحري الطارئ بفعل الهيدروكربونات، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وسيده، وتطبيقا لمقتضيات المخطط الاستحجاب الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ المحدث بمقتضى المرسوم رقم 295/17 المؤرخ 22 نوفمبر 1996، والمتعلق بالتحضير ومكافحة التلوث البحري الطارئ، وقرار التطبيق الخاص به رقم 3300 والمؤرخ 16 يوليو 2003، حيث ينظم قطاع التنمية المستدامة بصفته منسقا وطنيا وبتعاون مع مختلف المصالح الوزارية والقوات المسلحة الملكية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية لإقليم الفحصان جرى والسلطات المنائية لطنجة المتوسط تمرينا محاكاتيا لمكافحة التلوث البحري الطارئ بفعل الهيدروكربونات تحت عنوان سيميلاكس 2024. اليوم تطبيق لتوجيهات الملكية السامية ينظم النسخة 11 من محاكاة تفعيل المخطط الوطني الاستعجالي لمحاربة التلوث البحري الطارئ. هاد التمارين مهم جدا بالنسبة للمغرب، خصوصا وأنه يمتد على 3500 كيلومتر، وأن النقل البحري تقريبا 60% يمر بالشواطئ الوطنية، وهنا دونك هو مهدد ببعض الأحداث اللي تقدر تؤدي إلى تلوث الشواطئ. إذن ينظم هاد التمارين من أجل تدريب ديجا جميع القطاعات العسكرية والمدنية التي تساهم في تفعيل وتطبيق هاد المخطط على المستوى يعني أوبيراسيونيل، وعلى المستوى اللوجستيكي، وعلى مستوى التواصل. إذن نقوم بهذا كل مرة كل سنتين حسب النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا المخطط، ونقوم من بعد بتقييمه من أجل تحسين سك في كل سنة الإنجازات أو لغنفورسمون دي كاباسيتي ديال الفاعلين، تقوية القدرات لزانترفونو في هاد المخطط الاستعجالي. حضرات السيدة والسادة، بالنظر لموقعها الجغرافي المتميز والفتح على المحيط الأطلسي والعربي المتوسط على طول 3500 كيلومتر من الشواطئ، تتوفر بدلنا على موروث طبيعي وإيكولوجي غني ومتنوع، ويعتبر الحفاظ على هذا الموروث مسؤولية جماعية ومشتركة بين جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى الوطني والجمعي والمحلي، إلا أن هذا التراث في العقود الأخيرة معرضة للأسف لأشكال مختلفة من التلوث، وخاصة التلوث البحري الطارئ المرتبط بالملاحة البحرية الدولية والتي تمثل حوالي 90% من حجم التجارة العالمية، حيث أن الاستخدام المكثف لوسائل النقل البحري بات يؤثر بشكل مباشر على النظم الإيكولوجية البحرية، وغالبا ما تتأثر السواحل بالتسربات النفطية الناجمة عن حوادث السفن، وهذا ما يذكرنا بشكل خاص بالكوارث الكبرى التي ظلت عالقه في اذهان الجميع بسبب حجمها وتقليدها الاعلاميه، كحادثه غرق سفينه اريكا سنه 1900 وحادثه سفينه بريستيج سنه 2002. إذا اليوم تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كتنظم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من 24 إلى 26 شتنبر 2024 بعرض ميناء طنجة المتوسط نسخة 11 للتمرين الميداني لمحاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي الوطني محاربة التلوث البحري الطارئ سيميلاكس 24. وكيتنظم هذا التمرين بتعاون وشراكة تامة مع مختلف الشركاء
لا على المستوى الوطني ولا على المستوى المحلي، بما فيهم القوات المسلحة الملكية، القطاعات الوزارية، المؤسسات العمومية، السلطات المحلية ديال الإقليم فحص أنجرة مشكورة، والسلطة المينائية طنجة المتوسط. بالنسبة للسيناريو اللي تم اختياره هذه السنة، فهو محاكاة ديال مكافحة تسرب واحد نفطي ضخم ناتج عن تمزق واحد الهيكل ديال النقيلة نقل متوجه ديال النفط متوجه الى ميناء طنجة المتوسط، وهذا الشيء اللي كيؤدي لواحد تسرب ديال النفط لواحد الكميه كتتراوح كتناهز واحد 3000 طن من الوقود الثقيل، الشيء اللي يكون واحد البقعه نفطيه اللي كتشكل واحد الاثار جانبيه سلبيه لا على ميناء طنجة المتوسط ولا على شاطئ الداليا وكذا المنظومات البيولوجيه والايكولوجيه المتواجده بهذه المنطقه. هيجا مرحبا بك.